بسم الله الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين أشهد أن محمدا عبده ورسوله وأما هذا الإله ويناي إن أبوري أو دعائي دين ما يسترن أقدر أي مسلم مبادر ميسان وأهل التقوى وأهل المغفرة إله إن لقب قاصع مدن الدمير في لودستان على قاصع مدن مركح حكتا وحن ما دعنينا يا قاسمها جود هي بهذا شبلة وعن جعلها إن الله الله أمد الصوماليات المسلم كا أهل التوحيد كا وحن سو قارني طبعاً كما الموت الله وقد أرتي أفضل أيام الدنيا أيام العشر بريتو ومال كي سقالات وأنا دون وحي أنفع روح مؤمن كا الدنيا دان إنه صفر كي هاي حقيقي دون أيو الدنيا دنا إنه بدبادو آخرنا إنه بدبادو أيام ربا إن عندك كاس الله الله إلهي بانيري وذكر واني فإن الذكرى وانذو تنفع وهي أنفع دونتا المؤمنين مؤمنين تا ذاتك أن روين الله الله وذاتك ذاتك كفى إذي سو فرصدها غالقا وإلهي سيي يجاني سيدا وحاقب الجباء أفضل أيام الدنيا أيام العشر سقالك مالموت سوم كودو وحكسو غنيهي نبيك صلى الله عليه وسلم مركا كواد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عشوراء وثلاثة أيام من كل شهر نبي صلى الله عليه وسلم وحو صومي سقالك ذي الحج عشوراء نواسوميي بالوالبن وحوك صومي سدح مالموت تاسواتا سغال كينا مالموت تدكي سغال كبيري صومي وحانو حقي جينينا وانو بشارينينا والوالآن صوم كينو انو مليه هاي سوق يا نص محاي لي نبيه صلى الله عليه وسلم يوكسو غني هاي حديث كان وحا صحيحي الباني مالينك سغالات كا نبيه صلى الله عليه وسلم ايا لويديه سيام يوم عرفة ركازو يحوري فقال إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده وحاد أو دمداف ويهي مالك سغالات كا لبسنا أو دمداف ويهي روح لي مادو ركازو لي النبي صلى الله عليه وسلم وحان دلبي دمبيجي سنة كي هرانين لي دافو هي سنة كدنبا نبي واحد دمبي ملاهي صلوات ربي وسلام عليه لكن وحالو دافا سنة ك سنة كي تجي هي سنة كصوص عدايا لغدافا وحي الله الله سمعي وحكم إذا نبي صلى الله عليه وسلم نقول بوريي دعاء الله أقبله وما لنك خقير بدنا مجرت غير الدعاء دعاء يوم عرفة ما لنك عرفة ما لن دعاء إذا كفض لبدن مجرته نبي قال نوشي صلوات الله وسلام عليه ما لن الله سبحانه وتعالى دو مذي سأو نار كحرين أو كبدن مجرته ما لن الله رب العالمين أو الرحمن الرحيم أدو مذي سأو نار كحرين ما لن كبدن مجرته ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة ما جرت مال كبدا الله جل وعلا أدون أو نار كحرية عرفه مركة أمد الصوماليين أي مسلم كا أي أهل التوحيد كا وحان أغباقيا إن بريت لغا فايديستو إن بريا لغا ودا صومو إن أن إلهي أنقنو قف كستو نغميد أي حمان كجرين وحمان تبنان كا استاغو إلهي أو رمشيغو الله نوكاته باقبليا نبي حليه صلى الله عليه وسلم ضوبا لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا وحاليباني روحي ديوان كيس لغهلي استغفار فربضا استغفارت إن أنبضينه ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم وحيابا النبي كسوغا صلى الله عليه وسلم وحكم ذا استغفارت
صحابته وحيليهن إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه صوبنه صلى الله عليه وسلم مركو صلاة ندشيو أو صلاة نقبحيو وجهي سي شريف كهيب نسوق بلسيني ويقول وحده هاي سدحجر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله معناه إذنو أوياي إلهو مانان قدين حقاقي مانان قدين حقاقي إذن مركا استغفارتا إن لبديو وحيوان نبيك صلى الله عليه وسلم كسوغن كميتاي وليجري اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك إن دعاء استغفارتا لبديو إن إلهي لوينيو تكبيرتا مطلقا وحي بلاوتا مالنكا سقالاتك أي نو بلاوتي سوق يدا إيو قليا وحاب بريتو صلاة فجر كدب نو بلاوانا إيسو هدي الله دونو أدكارتي مقيدك أهيد أو صلاة عربتو دا عيسي تكبيرتا وحينا كو اكتا هاي مالنكا سدحيتو بنات صلاة عصير مركان كبحنو إن أدكارتا لبديو تكبيرتا لبديو إن شاء الله تعالى وحن روى مركا إنان وحير كدرو شروط أضحيادة أضحيادة نبي صلى الله عليه وسلم حولي هاي إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأدفاره هداد أركتان عرشد بش ذي الحج وأراد أحدكم أن يضحي متكين أو دون يئن أضحي يستو فليمسك هها يستو عن شعره وأدفاره تيمه إيسا إي عجيه إيسا عجيها شروط حولها لغود حيي سنة يو وبهيمة الأنعام حد وقيل إي اللوضة إي رياها إي إذها وحيابها كلها دي بنايه لغود حيي سكر أيكن حولها بهيمة الأنعام أي النبي صلى الله عليه وسلم وحي أسمي شروط قيلة إي اللوضة إي رياء إي إذها وحي النبي صلى الله عليه وسلم أربع لا تجوز في الأضاحي أفر ما بنانو إن لغوض حيستو محيك ليهين فقال مركز وحي النبي صلى الله عليه وسلم العوراء بين عورها نافك إن شاء الله أي موقت عوير نمديسة والمريضة بين مرضها نافك حنوسا أي حنون كيس أو موقض والعرجاء بين ضلعها إيا نافك جيسك إيا نافك بوكا نافك بوكا إيا نافك مارتي حنو نافك عريانك إيا نافك عورك قبو إنها الله إيا نافك بكه والمريضة بين مرضها إنت ولقم أضحي سكر نافك قيلة روح الروا إنه كو أضحي يستوى إنه شن سنة أبحسن تا سنة في لحابنا أولوك تقليا لعضة إيا إذا نوحى للربا إنه إلا بسنة لما يستان ولعضة إيا رياها ورياها عدك إريك عد ريها وحلو باهي هاي لبس إني دميستان لبسانو نافك إذا لحسانو لح بلود ها دو غاري أو كو الكبع الصدي أي دادك حول يقانك أي فهمان أي قانان والوغود حيي سكرا لكن وإنو سند غارا نافك إذا إذو هو هل سنو إلي عدك إيا اللوضانو واللبسانو نافك قيل كان واشان سنو وضحية شروط أسبيل الله إن شاء الله تعالى إن لقفا إذا استو دتك مسلمين تأي باهيدا قاركا قبنا لعاويو إلهينا أن أنقنا إن شاء الله تعالى إلهي نوحان كبرينا إنو إلهي نودمي دافو مالنكا ومالن قاليا أنك ودفا إذا سنو وبريتو سند صومك الله صوم وحي أدقمتا الله صنو مر الله وادبهدا الشبيلة ينمهد علينيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah
waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa, kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.